السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ طيب انا هخش في الموضوع على طول عشان الفيديو ما يكونش طويل. اوكي. طيب، هو عشان مطلوب مننا في البروجكت تبع الفي اس اي بروجكت بارت 2، طالب مننا ان احنا نطلع الاوبتين سيركتس نت ليست باستخدام التول الاكس اس سي اتش التابل كومباريزنز اوف اول ستيت انكودنجز. الستيت انكودنجز دي اللي احنا قلنا عليها في السلايدز، اللي هي كانت الجي والام والاو والار، هي دي اللي احنا كنا بنحتاجها في الـ State Encodings. هو كان جايبها حتى كمان، لو اجيبها في الـ Slides دلوقتي، يعني هي موجودة في الـ Slides، يعني الـ J والـ M والـ O والـ R. وتالت حاجة كاتب الـ Chosen State Encodings. طيب الـ Chosen State Encodings دي بنختارها بناء على ايه؟ بنختارها based على Area و based على Delay. فطبعا يعني منطقي لو اقل ديلي مع اقل اريا هو ده يعتبر الاحسن ستيت انكودنج بتاعي. وبعدين سيميليشن ريزلتس اللي احنا بنطلع الدي اف تي فايل اللي هو دوت في اس تي فايل، ده بيكون فيه الفي اتش دي ال كود بندخله على الموديل سيم، بنعمل عليه ران، بنعمل عليه تيست بنش بتاعنا، ونبدا نبص على الريزلتس تاني. اوكي. طيب خلينا نبدا. مبدئيا كده اول مشكله بتواجه الناس هو الفلاش. لازم يكون معايا فلاشه عشان خاطر اقدر انقل الفايل من الموديل سيم بتاعي على الفلاشه واحطه على الفيرتشوال ماشين. فانا دلوقتي هدخل الفلاشه. اوكي، دخلت فلاشه. الفكره انه هو دلوقتي هنا ايه بيظهر الفلاشه دي. اوكي، ده موجوده في الويندوز بتاعي العادي، انا مش عايزها كده، انا عايز ان انا ادخلها على اليونكس او الاليانس. ففي تحت على اليمين عندي في اللي هي علامه الفلاشه دي، رايت كليك عليها يو اس بي ديسك 2.0، عمل لي ايه؟ دخل لي الفلاشه. لما افتح الفايلز هلاقي ان اهي الفلاشه اتفتحت. اوكي، اهي الفلاشه موجوده. طيب جميل، نبدا بقى نخش في البروجكت. اول حاجه انا هعمل كريت لفولدر اسمه مثلا نسميه ريكورد. تمام. بعدين باعتبار طبعا ان انا معايا الفايل اللي هو اللي انا سلمته في بروجكت بارت 1 اللي هو .vhd فايل، هدخله في الريكورد فايل واروح مغير الاسم بتاعه ل انا رميته. الله عليا بجد. تمام. ريستور. اوكي، فهغير اسمه للرينيم، هغيره، هغير الاكستنشن بتاعه بدل في اتش دي اف اس ام. جميل. طيب انا المفروض اعمل حاجه اسمها الميك فايل اللي هو باشمهندس قال عليها، اللي هي اهم حاجه. هعمل كوبي لنفس الفايل، اعمل له رينيم، اسميه ميك فايل، وما يبقاش لي اي اكستنشن خالص. هفتحه، همسح كل اللي فيه وهبدا من جديد. طيب المفروض بقى، المفروض يعني ان كل واحد بيكون ليه ديزاين بتاعه والطريقه بتاعته في الكودينج. تمام، يعني الطريقه بتاعتي ممكن تكون مختلفه عن اي طريقه تانية. فانا هدي اكزامبل دلوقتي. احنا مبدئيا كده ده الفايل ده اسمه ميك فايل. انا بروح على التيرمينال بتاعي خلاص، ومثلا اروح على، انا كنت مسمي الدايركتوري بتاعتي اسمها ريكورد، صح؟ اللي هي فوق دي ريكورد. هروح على السي دي اللي هي تشينج دايركتوري اللي انا واقف عليها، وادوس واكتب ريكورد. كده انا بقيت في ريكورد. طب انا عايز اتاكد انا واقف على ريكورد ولا مش واقف. بي دبليو دي، المفروض ان انا ايه واقف على ريكورد. جميل. طيب فانا بقى المفروض اعمل ايه؟ لما اجي اعمل حاجه زي كده بدوس ميك، يعني بكتب يعني كوماند الميك، وبعد كده بكتب اسم كوماند اللي هيرن لي الميك فايل اللي انا بعمله. فرضا عايزين نسميه ASU، خلاص عايزين نسميه ميك ASU، ده يرن لي السف والبوم والبوج واللون وهكذا. فانا هعمل ايه؟ هسمي ASU نقطتين في بعض، اعمل تاب عشان يبقى شكلها حلو، واقول مثلا let's say vending machine a.vbe. تمام، وابدا اكوبيها. ال A دي بترمز لل state encoding. أبدأ أعمل لها copy 5 مرات. طيب دي بتاعت إيه؟ بتاعت السيف. إحنا عارفين من السيف إن الإكستنشن، إن إحنا بنعمل state encoding ل A و J
و M و O و R والإكستنشن بتاعها في الآخر بيكون A.VBE. خلاص مهم قوي عندي الباك سلاش، مهم جدا عشان بنزل للسطر اللي بعده. خلاص وبعدين بكتب السيف، السيف دي اللي بينفذ لي السيف كوماند اللي المفروض ان انا هكتبه تحت. طيب انا كده عملت السيف. ننزل بقى تحت نعمل كده شكل جمالي. تمام مفيش وقت للجمال دلوقتي بس ما علينا. طيب احنا كده عملنا السيف. المفروض بقى السيف ايه؟ احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا عارفين ان الاكستنشن بتاع السيف هو .vbe خلاص، وعارفين ان الفايل بتاعنا اللي موجود ال dhd فايل يعني اللي موجود في الدايركتري اللي انا واقف عندها المفروض اللي هو .fsm اللي انا سميته .fsm اسمه vending machine.fsm ماشي. فانا هروح للسيف بتاعتي هقول ان الفندنج كل سمول vending machine.vbe نقطتين في بعض هي الفندنج ماشين machine.fsm. تمام مثلا اجي اقول .echo بس يعرفني مثلا ان انا ان الكود شغال وانه ان انا بعمل دلوقتي انكودنج للسيف. فاجي اقول لك المفروض سيف is now encoding. تمام طيب فالمفروض في السيف بقى احنا عارفين يعني من لو نفتح بس السلايدز نفتح السلايدز نفتح السلايدز احنا عارفين ان السيف ماشي ايوه الكوماند بتاع السيف هو اللي هي حاول مدهنا في السلايدز اهي JAMOUR احنا هنعمل JAMOUR اللي هما التلاتة encoding algorithm اللي هو جادي والASP والموستنج والأول one hot encoding والR هو random encoding. تمام طيب فهو هنا يعني بيقول ان في make file وادي الكوماند لاين المفروض ان احنا نعمله واللي فوقيه هو dependency line. الحتة دي هي target خلاص وده هو dependency line اللي هو اللي انا بنادي فيه fsm file بتاعي وده الكوماند اللي انا المفروض بكتبه. تمام احنا يعني بنمشي في السلايدز واحده واحده لكل يعني السيف والبوم والبوج وهكذا. فكل حاجه موجوده في السلايد انا فتح السلايدز على جنب بس ببص عليها وبنقل نفس الكوماند لاين الموجوده بكتب سيف داش كابيتال ليترز سي اي في داش اي vending machine. اوكي احنا خلصنا ناخد الكلام ده كوبي نعمل له بيست 3 4 5 احنا عايزين 5 انكودنجز عايزين A J M O R. طيب احنا طبعا سميناها vending machine E.VBE في حين ان احنا فوق مسمينها vending machine EA.VBE تربط يعني state encoding بتاع الA ال J ال M ال O ال R. تمام فانا كده المفروض بقى يعني من يعني كشكل جمالي يعني كشكل جمالي انا دلوقتي لو عملت run عملت save يعني اتمنى بس ما يدينيش error في وشي عشان ما يبقى شكل وحش. فمثلا ممكن نقول هنا برضو echo انه ان ممكن نيجي نقول يعني نمسح الباك سلاش طبعا دي ما فيش اي حاجه ممكن مثلا نيجي نقول echo انه echo ال operations is done. تمام بس have a nice day. اوكي فعملنا save. طيب نروح بقى للكوماند ويندو. احنا واقفين على الريكورد صح ونفتح برضو بالمره كمان الريكورد ده ماشي نبص عليه كده. احنا قايلين فوق ASU ال ASU ده الفانكشن اللي هو هينفذ لي كل حاجه. انا اقول make ASU. تمام عمل لي الفايلات دي كلها طبعا شكلها مش حضاري خالص تبقى حاجه لخبطه يعني
فاحنا واحدة واحدة هنعمل كوماند اسمه clean وكوماند اسمه delete، وعايزين ندخل الفايلات دي في فولدر. طيب في اخر السيف هنعمل كوماند زيادة، يعني طبعا دي حاجة ترجع لكل واحد وذوقه. هنعمل حاجة اسمها make directory، وده بيعمل لي creation لفولدر جديد اسمه سيف. وبعدين ان كوبي اي حاجة بتأند بتبدأ يعني الاكستنشن بتاعها يبقى في بي اي، طبعا احنا هنا كلنا في بي اي تمام، ونحطها في السيف. وهكوبي اي حاجة اخرها دوت انك، ودي اللي بتطلع من السيف، ودخلها في السيف فولدر يعني. طيب جميل، احنا بعد السيف المفروض نعمل ايه؟ المفروض نعمل بوم. جميل، فاحنا عايزين بقى نعمل الحاجة الجمالية اللي احنا قلناها دي، اللي هو الكوماند بتاع الكلين والديليت. خلاص هنعمل كوماند اسمه clean، وده وظيفته ان هو يعمل ايه؟ وظيفته ان هو يريموف اي حاجة تبدأ. احنا حاليا عملنا السيف، فاحنا عايزين نموف اي حاجة تبدأ او اخر اكستنشن بتاعها دوت في بي اي. ومثلا ممكن نقول عشان نعرف ان كل حاجة بقت تمام، ممكن نقول at echo all files has been removed. تمام. طيب عايزين برضو نعمل حاجة، نعمل function تانية. طيب احنا دلوقتي لما بنيجي نعمل create بنعمل create لفولدر صفر، طب احنا برضو كمان let's say عايزين نمسح الفولدر ده، فنعمل برضو command تانية اسمها remove rf اللي هو فولدر يعني اللي اسمه صفر. اوكي، وهنبدأ بقى نزود كل مرة بنعمل حاجة جديدة. فانا كده لو دوست سيف رحت على الكوماند التيرمينال البدائي، لو عملت حاجة اسمها make clean هيروح ايه؟ انا كنت مسميها clean وديليت. تمام، خلينا ندوس انتر هنا عشان بشكل ظريف. فانا هنا المفروض make clean، المفروض حصل ايه؟ المفروض حصل ان كل الفايلز اللي ملهاش اي لازمة بقت ايه بقى؟ dot ال ink file. فانا اروح لكوماند هنا، اروح قايل ايه امسح لي برضو اي حاجة اخرها dot ink. يبقى انا كده ضفت ال vba والink make clean، كده مسح ومبقاليش غير الفايلين انا بدأت منه. جميل؟ تمام، ومجرد اوتوميشن يعني عشان يسهل عليا الدنيا مش اكتر. طيب هنعمل بقى البوم. تمام، البوم اكوردنج برضو اللي موجود في السلايدز، ان احنا برضو نعمل نفس الكلام فوق خلاص الباك سلاش، وناخد الكلام ده برضو كوبي بيست، ونحطه تحت منه. بس بدل مثلا ما يبقى A يبقى underscore boom، J underscore boom، M underscore boom، underscore boom، underscore boom، وهنسميها boom. اوكي، طيب احنا كل اخر سطر المفروض بنشيل منه backslash، بس يعني خليها موجودة، ونخلي هنا حتة الكلين تبقى موجودة عشان برضو يمسح لنا اي حاجة ملهاش اي لازمة. اوكي، طيب احنا كده عملنا البوم. هناخد بقى اول حتة من هنا البندنج ماشين ايه بوم دي، نقطتين فوق بعض، واقول بقى ان هنا بندنج machine a.vba خلاص زي اللي فوق. بناخد يعني احنا كل مره بكل يعني هي كل خطوه مترتبه على اللي قبليه، فاحنا في البوم بناخد الفايل اللي قبل منه، وفي بعد في البوم بناخد الفايل اللي قبل منه، وهكذا. تمام، فاحنا هنا اخدنا الفايل اللي فوق اللي هو vending machine a.vba،
في البوك بقى هناخد ايه؟ هناخد vending machine a underscore boom وهكذا. تمام، برضو هنعمل برضو هنا هقول echo boom is now working. تمام، واقول ان الكوماند نفس الموجود في السلايدز، البوم هي داش v داش d 50 vending machine a dot vbe vending machine underscore boom dot vbe تطلع ل vending machine a dot out. تمام، تأكد كل حاجة موجودة تمام، vending machine a dot vbe وبوم عشان ناخدها copy paste. تلاتة، انا تقريبا خدت copy paste غلط، عايز اخد دي كلها، 2 3 4 5 هنا دي جي دي جي دي جي افود هنا اي دي جي ودي جي، يعني بقى عندي 3 جي واحدة فوقيها، يعني 4 جي في كل سطر في كل كوبي بيست يعني. طيب ادي ام ادي ام وهنا 3 في السطر ده ام ام هنا او هنا او هنا او او وهنا او وهنا اور هنا اور 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 اوكي. نفس الكلام ال بتاع الجمالي يعني، make directory نحطها في فولدر اسمه بوم، نكوبي اي حاجة اخرها بوم dot vbe ونحطها في الفولدر اسمه بوم، نكوبي اي حاجة اي حاجة ولا مش نكوبي بقى، المفروض ان احنا عندنا اللي هو dot out، فالمفروض مش كوبي بقى، احنا عايزين نموف على طول، يعني اكني بعمل cut يعني. dot out تبقى بوم. اوكي اوكي، بعدين نعمل البوك. طيب عايزين نجرب البوم، فاحنا هنا كله تمام، make ASU كل حاجة خلصت تمام، انا ما عملتش اصلا سيف، فبالتالي البوم ما كانش ظاهرة، make clean make delete. طيب احنا برضو كمان عايزين نعمل حاجة، ان احنا في الكلين احنا عملنا vbe.inc، عايزين بقى كمان في الكلين ان احنا نضيف ال اي حاجة dot out، وعايزين هنا نمسح الفولدر اللي اسمه boom make ASU بس، اتعمل لي الفولدر اسمه بوم وتعمل لي الفولدر اسمه سيف، فيه الفايلات اهي والسيف فيه الفايلات اهي. اوكي اللي بعده البوج. تمام، البوج بقى احنا عارفين ان في البوج الاكستنشن بتاعه هو .vst، فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا برضو نفس الكلام هنطلع فوق خلاص فوق خالص، وعايزين نعمل البوج. طيب البوج هي اخرها .vst، فاحنا هنغير بس مجرد الكلام ده، طبعا البوج بياخد البوم، ف vst vst vst
نفس كل حاجة، الفرق بس ان هي VST. وبالمرة خلينا نعمل اللون مرة واحدة كده، تمام؟ دي تبقى بوجة اهي. وبالمرة خلينا نعمل اللون، دي تبقى اسمها لون. طيب اللون بقى هي عبارة عن هي حاجة واحدة بس. ماشي، نبص كده على السلايد. لا هي مش حاجة واحدة، ما طلعتش حاجة واحدة. هنغير الاسم، نخليها هنا لون. لون اخره xsc. كده انا عملت اللون. طيب احنا بقى هننزل تحت بقى نعمل ايه، نعمل كله، نعمل البوج واللون كومبو كده، كومبو في بعض. طيب ادي البوج. نبدأ بقى نشتغل في اللوب، نبدأ نفتح في السلايدز الكوماندز. فين هي الكوماندز؟ تمام. تمام، احنا اول حاجة طبعا عارفين ان البوج بياخد البوم، تمام؟ فالبوج الاكستنشن بتاعه ال VST، فاحنا هنسمي هنا بني ماشين A underscore boom dot VST زي بالظبط ما موجودة فوق. والأضمن ان احنا ناخدها copy paste عشان خاطر ما نلبسش في الحيط، ف copy paste اهي. نقطتين فوق بعض، بندنج ماشين، ناخد طبعا احنا عارفين ان هي بتاخد اللي فوق البوم يعني، ف دوت في بي. مثلا ممكن نعمل ايكو هنا انه البوج از ناو working. بعد كده نقول ان البوج هي عبارة عن داش ال برام فايل. نسيت اقول حوار برام فايل ده، خلينا نقوله في الاخر. vending machine underscore boom. نعمل بقى كام مرة copy؟ 5 مرات. ادي 1 2 3 4 5. vending machine a يبقى ده j، نفس الكلام J، نفس الكلام انا برضو نسيت ال A هنا، نفس الكلام هنا J، هنا M، هنا M، وهنا M. خلاص ادي M مات، وادي O، او وهنا او، ادي ار ار ار. تمام. طب هنا في حاجه اسمها برام فايل. البرام فايل دي يعني موجوده في السلايد بالنص يعني، فخلينا ان احنا يعني فور ذا تايم بينج يعني ان احنا نعمل البوك وبعد كده نعمل البرام فايل في الاخر. فبرضه نفس الكلام الديكوريشنز، احول اي حاجة. طبعا اول حاجة طبعا هعمل دايركتوري اسمها بوك، بعدين هكوبي اي حاجة اخرها دوت في اس تي احطها في البوك، بعدين هكوبي اي حاجة اخرها دوت اكس اس سي. وده اصلا يعني اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. الاكس اس سي دي واحد من المطالب المطلوبة في الاساينمنت او في البروجكت يعني. ده هيبقى البوك وهنبص عليه يعني. احنا لو فتحنا بس البروجكت هنا هنلاقي اول حاجه طالبه مننا اصلا ال XSCH. طبعا الستيت دايجرام برضو هو قال ان هي مطلوبه بس هو مش موجوده هنا، بس يعني عامه هنجيبها يعني. تمام. وبعد كده هنعمل اللون تحت منها على طول. خلينا بقى نجو بسرعه كده للون. برضو ديكوريشنز العظيمه بتاعتنا يعني بصراحة طول ال user interface بتاعها جامد بصراحة. المهم طيب ال
كده احنا عملنا جي اي جي ام او ار. عندنا بقى اللون، اللون ناخدها من فوق، هي الاكستنشن بتاعها في الاخر اكس اس سي، ادي اللون، ادي اللون. طيب اللون بياخد ايه بقى؟ بياخد البوج. البوج كان ايه؟ كان في اس تي، صح؟ فاول حته في اللون هي بتاخد اول حته في البوج، ف نحطها هنا. بعدين نيجي نقول هنا at echo loon is now working. بعدين هنقول هنا ايه بقى loon زي ما موجودة في السلايدز، vending machine a underscore boom vending machine a underscore loon باستخدام البارام فايل برضو تطلع في vending machine a underscore loon dot out. انا اتمنى ان انا ما اكونش بعك، دي زي موجودة في السلايدز. ctrl a v مرتين تلاتة اربعة خمسة، تمام. ادي ال a، وبعدين هنروح على ال j، هنروح على الجي، هنروح على الجي، جي وجي، بعدين هنا الام والام، ادي ام وادي ام وادي ام، ادي او ادي او، ادي او 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 ار ار R R R. تمام، برضو المنظر الجمالي بتاعنا العظيم يعني. make directory نحطها في اللون، نكوبي اي حاجة اخرها underscore loon dot vst، يعني هي طبعا اسمها dot vst. تمام، نحطها في اللون، بعدين نكوبي اي حاجة اخرها underscore loon dot xsc في اللون، بعدين move ال out file اللي هو اخر واحد على اليمين ده، نحطه في اللون. طيب احنا بعد ما ضفنا الضيافات الكبيرة دي عايزين بقى نعمل ايه؟ احنا قلنا نعمل اللون كده خلاص، يعني احنا عملنا كده اللون. كل اللي احنا عايزينه في الكلين بقى، يعني احنا بنضيف في الكلين، عايزين نضيف بقى ايه؟ عايزين نضيف ال VST بقى، خلاص ال VST ال XSC. احنا عملنا VBE و INC و VST و XSC و OUT، تمام؟ طيب كده، وعايزين هنا بقى ايه؟ مش احنا عملنا البوم، يبقى عايزين نرموف البوج، عايزين نرموف اللون، تمام كده يعني I think. تمام، نيجي بقى هنا للبرام فايل. البرام فايل كان الدكتور قال عليه في السلايدز برضه عشان يعني يكون كله فاهم برام فايل، لان هو انا مجرد باخده يعني. هنبتدي نلاقيه في السلايدز. أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ لأ،
يعني انا كنت لسه جايبها دلوقتي بس مش عارف راحت فين. فانا متاسف جدا على البطء يعني. كانت موجودة في السلايدز اهي. سبحان الله يا رب، ولا انا قفلته ولا ايه. نكتر 10 ايوه param file dot lux. طيب هو كان قايل هنا للام ب2 دي 50% area 50% delay. لو ال ب2 يبقى حاجه كده في النص يعني ما بين البور والباست، لكن طبعا باشمهندس كان عاملها 5 بس يعني لو نعملها زي ما موجوده في السلايدز. وهنا الاكسترنال اوتبوت كاباسيتنس يعني يمثل الاوتبوت بتوعي والتشينج. تمام الاوتبوت بتوعي هنا اوتبوت والتشينج. فانا هعمل ايه؟ انا خلاص سيفت الفايل ده. طيب فانا هعمل كوبي للميك فايل وبيست هنا، اغير اسمه اسميه param file dot lux وهفتحه وامسح اللي فيه واسيف كده. انا فضيته كله خالص. اوكي طيب البرام فايل بقى انا عايز اعمل ايه؟ اكن اول حاجه هاشتاج ام كيرلي براكتس 2، هاشتاج ال كيرلي براكتس 2، هاشتاج سي نفتح كيرلي براكت ونكتب بقى output 0 1 0 0 تمام output 1 1 0 0 output 0 تاني سوري لا مش output خلاص انا كده يا اما output عندي يا اما ب 0 يا اما ب 1. طيب والتشينج يا اما مره برضه ب 0 يا اما ب 1 1 0 0 change 1 1 0 0 وكده البرام فايل خلص. خلاص كده انا هعمل ايه بقى؟ make delete. تمام مسح لي كل حاجه، كل حاجه تمام اهي. يبقى make asu اتمنى يا رب شكل وحش. هو هنا بيجي يقول لي ان في ايرور في ال في اس تي فايل. هو عمل السيف والبوم لكن هو كان عنده مشكله. طيب احنا بقى دي ميزه الموضوع ميك كلين ميك ديليت، وبالتالي هو كده مسح لي كل حاجه كده الفايل رجع نضيف تاني زي الاول. هو كان مشكلته ان هو عنده مشكله في ال vending machine. انا مسمي حاجه اسمها بود او يعني في حاجه غلط يعني في السطر اللي فيه البود ده. تمام نقرا بقى كده وكده الكود ونبص عليه بصه سريعه. البوج هنا بيقول لي ايه؟ البوج هنا بيقول لي vending machine ايه بوج برام فايل vending machine ايه اندرسكور. تمام يعني هو في ايرور هنا. بحاول اشوف ان هو البوج رام فايل بوج. هو طبعا الميزه ان انا كتبت ايكو هنا عشان اعرف بالظبط هو عطل فين يعني. فخلينا نكتب هنا ام او اكيد في حاجه غريبه انا عملتها هنا وانا مش واخد بالي منها. اور تمام نشوف كده نرن عشان يعني يبقى الموضوع اسهل ويبقى علينا مرتاحة. هو اصلا عطلان في اول حاجة خالص يعني. في حاجة غلط هنا.
هو قال ان الايكو اصلا is not found. ده ايه العظمه دي؟ يعني احنا لو المشكله في الايكو احنا ممكن نمسحها، يعني ممكن اكون اعمل حاجه في الايكو غلط، بس هو المفروض كده شغال. لو يعني دي كانت المشكله يعني. يعني make clean make اشتغل. يعني حتة ال space دي هي كانت المشكلة يعني. ما علينا، برنامج عظيم. اوكي، فالمفروض يعني انه كده عمل لي ايه بقى؟ عمل لي سيف بوم بو سيف بوم بوج لون، تمام. كل واحدة بقى فيه فايل ده. طيب حلو. انا بقى المفروض اعمل ايه؟ انا عايز اول حاجه طبعا، انا عندي ال في اتش دي ال كود بتاعي انا حولته ل اف اس ام. طيب في تول هنا عظيمه اسمها اكس اف اس ام، تمام. دي بقى بتعمل ايه؟ بتطلع لي الستيت دايجرام اوتوماتيكلي كده، مش محتاج اصلا حاجه يعني. فانا هروح فوق فايل اوبن، هروح على الحته اللي اسمها ريكورد، دبل كليك عليها، هروح لل vending machine dot fsm. اوكي، ادي ال fsm state diagram بتاعي اتعملت بكل states بتاعتي. اوكي كويت. طيب التول العظيمة التانية اللي اسمها ال xsch، xsch ال xs، لو يعني ال xsch دي اللي بترسم اللي هو طالبها مننا، اللي هي السيركت نت ليست ال XSCH. فبالتالي يعني هي بتاخد فورمات ال XSC. طيب احنا لو نفتكر يعني احنا كنا فين، بنطلع حاجه دوت XSC. يعني لو افتكر برضو كنا بنطلعها XSC، كنا بنطلعها في البوج، تمام. يعني البوج لو فتحنا الفايل بتاع البوج هنلاقي ان في عندنا فولدر .vst وفي عندنا فولدر .xsc لكل state encoding. فاحنا دلوقتي هنروح للاكتيفيتيز، هندور على xsch. اوكي فايل اوبن، عايزين نروح على الفايل اللي كان اسمه ريكورد، نروح على البوج ندور على مثلا let's say وانا عايز فايل دوت اكس اس سي، انا مش عارف هو ليه جاب لي. لا سوري، اللون هي اللي فيها ال امريكي سوري انا اسف اللون هي اللي فيها. يعني لو كتبنا هنا ينفع؟ مش نافع الحمد لله يعني. طيب ممكن نطلع كويت خالص. اكس اس سي اتش اوبن، عايزين نروح للريكورد لون، عايزين مثلا نطلع الستيت لو بتن سيركت نت ليست بتاعت في اس تي برضو. انا مش عايز في اس تي، انا عايز اكس اس سي. يلا اشتغل. هي الفولدر اهو، دي بيطلع السيركت اوبتين سيركت نت ليست بتاعتها. اوكي طيب احنا بقى المفروض يعني في اللون لما نيجي نفتح مثلا state machine ايه، نبص عليها بصة كده. هنلاقي ماشي ان ال .vst file ده ايه، ده already code dhdl جاهز، تمام. ده code dhdl جاهز خلاص. ممكن نجرب نروح نرن عليه في الموديل سيم مبدئيا يعني.
ممكن كمان نبص بصة كده على الفيندنج ماشين دوت اكس اس سي. دي ده هو النت ليست دايجرام. احنا لو نفتح لون قصدي سوري فيندنج ماشين دوت في اس تي، هو ده بقى هنلاقي برضو ان هو في اتش دي ال كود برضو. نفتح برضو فيندنج ماشين اي لون اوتبوت، بنبدأ نبص هنا بنلاقي ان اللامدا بتاعتي او الاريا بتاعتي هي عبارة عن 118750، وان الديلي بتاعي 2882. اوكي نفس الكلام برضو للستيت انكودينج تاني. ده برضو سوري اللي انا عملته ده، انا عايز الدوت اوت مثلا ده جي اهو، بس الانكودينج بتاع جي بنلاقي هنا ان هو 126750 ده الاريا، والديلي 2472، وده برضو اللي هو عايزه مننا في حتة ان احنا نختار اني table of comparison of all state encodings، وكمان نختار اني احسن واحدة بالreasons ايه، اكيد طبعا عشان اقل delay واقل area dissemination results ال VHDL code اللي موجود عندنا. وعلى فكرة by the way ال project بعد كده بيكمل based على الطريقة دي، بنخش على make file نعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها، وبعد كده يعني بنرنه ونحطه في folders ونقعد نقارن بيه، في الاخر نطلع ال end results يعني. بس كان هوفي ما كنتش طولت عليكم، وبجد thank you so much ليكم كلكم.